احتفل مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين بتخريج 40 طالبا من الدفعة الأولى والثانية من برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة. نعم، يهدف هذا البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع جامعتي إكسفورد وكامبريدج ومؤسسة التدريب البريطانية إلى تزويد الشباب بالثقة والخبرة وتطوير إمكاناتهم الكاملة. بهذه المناسبة أكد معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن برنامج الملك حمد للإيمان في القيادة تم تطويره، وذلك انطلاقا من إيمان المركز المطلق بإمكانات الطاقات الشبابية ليصبحوا سفراء المملكة في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي إقليميا وعالميا، مؤكدا أن المركز يسعى دائما من خلال إطلاق المبادرات والبرامج إلى تبني رؤية جلالة الملك المعظم في نشر قيم التسامح الديني والتعايش السلمي وجعل الشباب البحريني عماد النهضة والتطوير. هذا البرنامج من البرامج الكثيرة التي طبعاً يقدمها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وهذه البرامج بالتحديد كما ذكرتي أنه يهدف إلى طبعاً تنمية الجيل الجديد من شبابنا لكي يكون قادراً على حمل لواء التسامح الديني والعرقي والمذهبي إلى آخره. بلا شك أن هذا يعتمد على الواقع البحريني الذي نعيشه جميعا، سواء من طبعا اليوم او من طبعا اجدادنا وابائنا واجدادنا الى اخره. الفكره التي نريد ان نوضحها بالتحديد في مثل هذا البرنامج انه قياده، اننا نخلق جيل جديد يقيد العالم في التسامح الديني التعريف بمثل أهمية هذه الحياة التي نعيشها بالتسامح والتعايش السلمي. لذلك نحن نخلق سفراء من البحرين في التسامح والتعايش المذهبي والديني إلى آخره في العالم. البرنامج في البداية زاد من ثقتي في نفسي، تعلمت أنماط الشخصيات، تعلمنا أنماط القيادة، وهاي الأشياء وايد مفيدة في المجال العملي، يعني دايركتلي طلع تأثيرها علينا في الحياة العملية. يعني أول مرة أجرب هالتجربة، وكانت إن عن القيادة وعن إن شلون نقدر نشتغل في كفريق، وشلون نقدر إن نقيد المجتمع، وشلون إن نعرف نتعامل كفريق. فأنا اللي عجبني في الموضوع إن الكورس كان تقريبا مركز على ان شلون نقدر نحل مشاكل اللي قاعده تصير بالقياده مثلا.